اهلا بيك يا زوق. اهلا بيك يا عم. ولازمته ايه يا ابن الورد ده؟ يعني انت طالع قرافه يا ساتر يا رب. انا جاي اطلب ايديز يا عم. عندك شقه يا ابني؟ هتعيش معايا انا واخواتي يا عم. وانت عندك كم اخ يا زوق؟ خمسه. خمسه وخميس الله هو اكبر. خمسه وامك، بسم الله ما شاء الله، ده احنا كده نلعب المغرب. طب يا ابني لو انت راجع كده من بره ولقيت خناقه بين امك ومراتك تنصف مين يا زوق؟ امي. ونعم الربايه. طب يا ابني اشتريت كيلو موز وقعدت تقشر وتاكل، فضلت موزايه، تديها لامك ولا لمراتك؟ امي طبعا. ونعم الربايه. طب لو اشتريت باتنين جنيه عيش فينو وقعدت تقرقد فيهم وتبقى رغيف واحد، تدي لمين؟ طبعا امي. ونعم الربايه. انا بقى ما عنديش بنات تتجوز. ليه كده يا عمي؟ ليه كده يا راجل انت؟ انا هزودها جوع على جوع. يلا يلا يا اخويا بره يا ولاد الكلب يا الماما، بره يا الماما. ده انت شعر وطالع له راجل. ايه جيب لي فندم منك لله يابا، منك لله. قلبي هتقولي حاجه ساعه تكون مشبارة.